أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر من قرية فحمة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة في هذه الإضاءة على الشهيد يوسف مهدي نواصرة الذي ارتقى يوم الجمعة في 14 من الشهر الجاري. نلتقي في هذه النافذة مع عائلته ونبدأ بالحديث مع والدته السيدة أم بلال نواصرة. أهلا وسهلا فيك. بداية كيف بتعرفينا على يوسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليه يا رب، الله يرضى عليه يرحم برحمته. أول شيء يوسف رقم 3 بأخوته، صار وفى 27 سنة. كان من هو صغير هادي ما شاء الله عنه، ذكي كان ومرح بسط، دائما عامل جو في الدار، دائما موجود في الدار عامل نجو فيها، وحنون وخدوم، ما بنخي على إشي مستحيل كله. لا متزوج وعنده طفلتين، ما بقول لي لا. نعم. الا اذا يعني ظرفه بيسمحش، يعني ظرفه اللي موجود فيه ما بيسمح. تزوج من 4 سنوات، بعد بنشوف الاربع سنين. عنده بنتين، زوجته حامل. شو اعمارهم خالته بناته؟ البنت الكبيره بتوفي الـ3 سنوات بشهر 8، والصغير بتوفي السنه، الثنتين بشهر 8. اخر تفاصيل عشتيها مع يوسف امتى كانت؟ هو استشهد في ثاني ايام عيد الفطر المبارك في المواجهات اللي كانت على حاجز دوتان على اراضي بلده يعبد. اخر يوم هو اجى عندنا، يعني يوم العيد اجى من الصبح، عيد علي، سلم علي، حبب ايدي، حببني وجهي، راسي، داس راسي وعيد علي. بعدين كلي بدي عايد على عماتي، طلع عايد على عماته واولاد عمامه. ويوميتها رحنا عند دار اخوه مع بعضنا البعض، رحنا مع دار اخوه. بعد العصر رجع عندي على الدار، قال لي ما بدي اروح عايد على خالاتي. قلت له انا بدي اروح معك يما. قال لي عادي، اه تعال. رحنا عند خالاته، اول شيء عكفوا الراعي رحنا، وبعدين جينا عند خواتي 3 في البلد، خرينا عليهم كلياتهم مع بعض، انا وياه واخوه في الدار. الله يرضى عليه يا رب. وبعدها روح وصلني عند دار اخوه بعد المغرب وروح على الدار. إذا مشى أول يوم بالعيد بشكل طبيعي، وثاني يوم صباحا، ولكن بعد الظهر ثاني يوم بعد صلاة الظهر إجا سألني عن ابن خالته، كانوا متفقين يروح مع بعض على الحاجز. إجا سألني وأنا قلت له راح يودي أهله، بكى جاي يعيد علي، راح يودي أهله هس برجع. ومنها ما شفته، إجاني خبره يعني تقريبا ما سألني ساعة. نعم، كان هو وابن خالته متوجهين لحاجز دوتان العسكري بالقرب من المكان. ما صبر يستنى ابن خالته، راحوا اخوه وابن جيراننا واولاد من العيله، راحوا شباب. نعم. من العيله. تفاصيل اخرى يعني رح نتحدث عنها، ولكن اسمحي لي انتقل لشقيقته السيده فاطمه. فاطمه، اخر تفاصيل عشتيها مع يوسف امتى كانت؟ واخر شيء يوم العيد. نعم. بس بشكل عام اخر شهرين هم اكثر شهرين كان كثير غريب مني، لدرجه انه يوم يوم كنت ابعث له، يوم يوم احكي له وينك، تعال روح، يعني بشكل مش طبيعي، لدرجه انه صرت احس من كثر ما كان وين ما اروح يكون جنبي، وين ما شو ما بدي يعمل لي، لدرجه الناس اللي حوالي كانوا يحكوا لي اياك هيك اخو. يوم العيد اجى من الصبح، من الساعة 9:30 كان عندي هو اخوي الثاني، وطول الوقت ويحكي انا مستعجل، احكي له خليك كمان شوي، كي مستعجل تعبان روح انام وهيك. قضى يحكي لي مستعجل. بعديها طلع من عندي العصر، جيت هون عند اهلي، اتصلت عليه بحكي له تعال خدنا عند دار اخوي، اجى وطلعنا مع بعض. خلص انا كملت، رحت عند دار حماي على نابلس وروحت الساعه 1 بالليل. ثاني يوم العيد يعني صاحي متاخره، قاعده بستنى انه اكيد رح يجيني يوم ضيوف. نعم. عشان ثاني يوم العيد واول عيد لي انا بكون هون بهاي القريه، انا كنت ساكنه في نابلس، فبستنى انه انا حتى يومها اول يوم بمسكش الجوال، يعني ما فتحت، ما شفت خبر. انه كيف تلقيتي الخبر؟ يومها كنت قاعدة أنا وجوزي بحكي له بدي أقوم ألبس عشان هسه بلشوا الناس، صار الدنيا قريب العصر، بلشوا الناس يجوا عندي، فبرن جوالي بنت خالي. شو فكيت أنا إنها بتتصل علي تحكي لي إنه بدي أجي عندك. نعم. بحكي معها طبيعي، بحكي لها آه كيفك، شو أخبارك، كل عام أنت بخير. صار صوتها شوي يعني حسيت في إشي، بحكي لها شو في أسماء،
تحكي لا ولا إشي، بس كنت أسألك عن يوسف، حكي لي إيش ماله يوسف؟ تحكي لي متصاوب. بحكي شو وين انت يعني ما استوعبتش، بحكي وين انت؟ انا خلاص متصاوب يعني، هي اجت خفيفه انه متصاوب، ان شاء الله اصابه خفيفه يعني تكون، لا تحكي يا رب اصابه خفيفه. جوزي مسك التليفون يرن اخوي الثاني بحكي له استشهد. يعني كلمه استشهد انا بالنسبه لي كانت يعني مثل صاروخ نزع راسي، ما قدرتش استوعبها. ومع هيك هسه انا بالنسبه لي الوضع هسه انا فيه، انا ماخذ انه اخوي مسافر، مستشهد يعني مسافر، انه موجود. كلمه ميت انا هاي كلمه ميت مش عارف استوعب يعني، حتى لو الناس تحكي ضلك يحكي الله يرحمه، بحكي ما بعرف شو احكيها. الله يرضى عليه كل وقت، الله يرضى عليه، الله يسعده. شعورك بانه حي؟ الله يرضى عليه، الله يسعده، انا هاي بكون مبسوطه فيها. بس كلمه الله يرحمه او اني افكر انه يعني فكره انه ميت هاي مش عارف استوعب. انتهت حياته؟ نعم. لا، فكره انه هو موجود، رح يجي يوم، رح يجي يوم يرجع. اسمحي لي انتقل لجدته ليوسف، السيدة أم الحاجة أم محمد نواصرة. لو بدنا نسألك عن يوسف حجة، شو بتحكي لنا عنه؟ والله ما بقدر أوصف لك، والله ما بقدر أوصف لك عن يوسف. شو بيسوي وشو ما بيجي إلا يضحك ويلعب، ديم يمزح يضحك. كل يا ستي بقول يا ستي مالك بالصبح بتتصل على أولاد عمامك؟ كان بدنا نروح عند عماتي مشان نروح الحكر وعند خالاتي مشان تريع ستي حبيبتي تريع الدنيا بعدهم على جو رمضان. وهو الشاب خلص حاسه انه بفرفر زي الطير وطار وما رجع، بده يشوفوا الجميع، بده يشوف الجميع. مسوي سواي عند عماته مغرب به ورد زرعات وسمه باكي كلهم، يلا صوروني هون، صوروني على هاي الصورة، صوروني بحد الصورة هاي. نعم أنا معدة تام، صور بحد الورد ولياته كل جنين هناك عندهم زارعين بها، ويلا بتصوروني ويضحك. كاتيا كداش بكى يمس يجي عمر ما سوى مثل ما سوى، هو بكى عشان يودع بالناس ربنا يرحمه. طيب حجي لو بدنا نحكي عن الشهداء اللي ارتقوا خلال هاي الفترة، كلهم شباب وأعمارهم متقاربة من يوسف. الله يتم أولادهم اليهود مثل ما يتموا كورط أولاد الشهداء، ورملوا ماء نسوانهم وحرك قلوبهم، ماتوا قلوب أهلهم كله، الله يحرك قلوبهم البعيدين. المهم سامعين اليهود، ربنا يمدكم بالصبر والقوة إن شاء الله. نعم اسمحوا لي أنتقل لجده ليوسف الحاج أبو محمد نواصرة. حج أنا شايفة في دموع بعيونك، إحنا بنحكي عن يوسف وإنت بتستذكر فيه. لو بدنا نسألك عن يوسف شو بتحكي؟ الله يرحمه ويعفي عنه. والله يوسف وشو بضحك وكفاه بضحك، والله أهل البلد جنوا عليه. معقولة اللي صار؟ ما مش معقولة. خلاص الله يرحمه ويعفي عنه. يوسف كان أول شهيد من فترة طويلة في قرية فحمة، كيف ودعته البلد؟ شو والله البلد كامت لكيامي، والله ما في واحد قصر بالبلد، والله المسيرات للصبح بكذا الله، من جبع من السيلة من جنين من كل بلاد، يوم يوم ليلة ليلة تيجي مسيري. يعني هم بكم مكوين عينينا مصبريننا، ظلهم للصبح معنا أهل البلد وأهل من جنين ومن جبع ومن كباطي ومن جميع البلاد. كان في إحاطة من الناس؟ نعم كان في إحاطة من الناس إلكم. نعم طيب الحمد لله رب العالمين، بيعرفونا من شريعة على البحر، كل الناس تعرفنا. ولما عرفوا إنه ابننا انجنوا الحمد لله رب العالمين. طيب حج حضرتك الله يطرح لك البركة بعمرك، أنت عاصرت الانتفاضة الأولى ب87، وعاصرت مراحل كثير عاشها الشعب الفلسطيني وانتفاضة الأقصى في 2000، وعايشت هاي الأحداث. كيف بتشوف مشاركة الشباب بكل هبة شعبية بتصير؟ والله مشاركة الشباب مشاركة ترفع الرأس، ترفع الرأس صحيح. والله بكلش مش أهل بلدنا لحالهم، أهل البلاد اللي بديانا كلهم شاركوا ومسيرات وعلى عزة. والله اللي صار له ما صار لحدا بجوز بها البلاد كلها، الله يرحمه ويعفي عنه، الله يرحمه ويعفي عنه. بس نعم اسمح لي أنتقل كمان لشقيقه ليوسف سيد بلال. خلال هاي الفترة الأخيرة العدوان على غزة، الانتهاكات في الأقصى، هبة الناس في الداخل المحتل وفي الضفة، كيف أهالي قرية فحمة عاشوا هاي الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ولا تحسبون الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
صدق الله العظيم. عندنا آخر فترة فترة الحرب على غزة وعلى القدس وبكل محل صار عندنا فحمة حالة استنفار. بعد المغرب للصبح الناس ما تنام. يعني تفاجأ أهل فحمة كلها على ظهر الجبل فوق بنتظروا بالصواريخ اللي بتنزل على إسرائيل وعلى تل أبيب. طبعا مع مشاركة الألعاب النارية فقعوا من الفرحة ومن الهوسة. دائما يعني الحمد لله رب العالمين ما كسروا شباب بالليل وبالنهار. يعني اثر بعض ايام الناس ما نامت يعني الشباب ما ناموا نهائيا. نعم انت عشت اجواء الهب الشعبيه اللي صارت وتفاعل الشباب وكل الفئات معها، ولكن اللحظه اللي انتوا اتغير موقفكم فيها داخل الحدث بانه صرتوا عائله شهيد، شو مثلت؟ شو مثلت؟ اول شيء استقبلناها يعني بشيء لا يوصف، شيء لا يصدق. انا اول يومين وثلاث ايام افكر حالي بحلم مش بعلم. بعدين يعني بقعد مع حالي بفكر بقول الحمد لله انه ربنا كرمنا بشهيد، والشهيد ما بموت، الشهيد عنده كرامات عند ربنا، بيدخل 70 واحد من قرايبه على الجنه الحمد والشكر لله. وانا بعدين يعني بعد فتره توعدت وفهمت الوضع واستقبلته بكل سهوله، وببارك لنفسي ولاهلي ولعائلتي ولكل عائله شهداء الف مبروك لهم الشهاده لابنهم، ونحمد الله وبنشكره على كل حال. نعم انت شقيق يوسف ترتيبك الثاني، انت الاكبر منه، كيف كانت علاقتكم؟ كنا مش اخوه، اصدقاء واخوه دائما باستمرار انا وياه. من الصغر كان ابوي مزارع مربي دجاج، ومن الصغر يعني تقريبا كل لكن عن نص النهار انا وياه مع بعض بالدجاج وبشغلنا. بعدها طورنا شغله شوي للغنم للحلال للعجول، ودائما انا وياه الحمد لله رب العالمين. والحمد لله عندي يعني انا المصلحه عندي ملحمي دائما بيجي بيساعدني وبكف معي، بالذات فتره الاعياد دائما بيجي بيساعدني وما بقصر، والحمد لله شكر لله بستاهلها والله انا بستاهلها. نعم ربنا يرحمه ويصبركم ان شاء الله. اسمحوا لي ارجع مره اخرى لوالدته السيده ام بلال. يعني انا بعرف انها اوقات صعبه، يمكن يعني صعب حتى الحديث عنها، ولكن لما ودعتي كيف لمستي من وجهه؟ كيف شفتي؟ حسيته كانه نايم، وأنا حسيته حتى إنه نعم. إنه بهت علينا بعينين شوي، حسيته إنه عم فتح عيون شوي، وحسيته نايم نوم طبيعي. والله أنا بالنسبة إلي ودعته والله بالرضا الحمد لله، ودعته بالرضا وبالقول الحمد لله وكنت لا إله إلا الله ما يرضى عليه. يعني الحمد لله رب العالمين، واحد هذا قضاء ربنا واحد مآمن فيه. نعم اسمحي لي كمان انتقل لفاطمة مرة أخرى شقيقته. فاطمة لما نحكي عن وداع الشهيد، يعني نحكي عن اللحظات الأخيرة بوجوده بينكم، احكي لي كيف كانت اللحظات؟ كتير صعبة، بس أنا سمعت وصفك ليوسف كنت بتوصفيه بطريقة إيجابية، كيف شفتوا وجهه كيف شفتوا هو؟ عن جد يعني فعلا أنا كل ما يستشهد حدا طلع صورة الشهيد أحكي مبين عليه، يعني انه يا حدا انه في ملامح انه مستشهد ميت، بس اخوي طول الوقت هو قدامه، حتى ما رحت على المستشفى نايم. ولما انا لمحت ابوسه وكلياتنا حواليه والله فتح عيونه، لدرجه انه فكيت حالي تخيل صوت امسك عيونه وافتح فين انا انه لساته عايش، بس هو فتح عيونه نتفي شافني، طلع بنته كانت جنبي طلع هيك ورجع غمض عيونه. هذا المشهد مستحيل انساه. احكي لنا عن بناته حاليا كيف بيعيشوا هاي الايام، يعني احنا بنحكي عن فتره قصيره ايام على رحيل يوسف. هو بناته صغار لساتهم، يعني انه هي شمس كثير كانت تعلق بابوها يوم، بس سبحان الله ربنا بيرمي الصبر، يعني مع انها صغيره. نعم انا مستغرب منها كيف انها عارفه انها تكون بهالهدوء، انها ما كل يوم تعيط وتنكد انه بدها ابوها، معنا كانت لما يجيبها عندي ولا عند ستها انه تصيح بابا لظلها معه بالسياره، لظلها معه رايحه جاي. سبحان الله بتحكي لستها انه بابا كان نايم واخذوا الشباب وراحوا هيك بكل بساطه، بفهمها البسيط بالضبط انه كان نايم واجوا الشباب اخذوه وراحوا بس. نعم واول يوم ثاني يوم تحكي حلمت بابا انه مسكني وحملني وكان يركز فيه من اول ليله حلمان بابوها، بعد هيك خلص انه بابا عريس. نعم من فضلك
تمام. خالتي لو بدنا نحكي أخيرا، يعني خلال هاي الفترة أمهات كثر عاشوا تجربة الفقد باستشهاد أبنائهم خلال الهبة الشعبية الأخيرة، نحكي تحديدا عن الضفة مثلا، أمي الشهيد شو اللي بخليها تتعايش مع فكرة الاستشهاد بعد أيام؟ يعني هو أول إشي رضا بقضاء الله، يعني أول إشي رضا بقضاء الله، بعدين يعني هاي كرامة الشهيد، مش أي واحد بصح له. الحمد لله رب العالمين، والله أنا من جوا مبسوطة له، يعني هي بس حركة قلبي عليه على غيابه، والله والله إني مبسوطة له، إن شاء الله إني أحسب عند ربنا شهيد وإنه يتقبله، هذا أهم إشي عندي. الحمد لله إن شاء الله من الله بصبرنا، إن شاء الله رح نصبر، يعني بإذن الله رح نصبر إن شاء الله، بس إنه هو يبقى عايش في الجنة، يعني ما حدا بصح له هالموتة، يعني أنا بالنسبة لي بقول إن شاء الله إن الله برزقنا إياها جميعا من بعده، إن شاء الله إن الله برزقنا إياها. ربنا يمدكم بالصبر والقوة دائما خالتي، يعني شرفتونا بوجودكم معنا. بدي أشكركم نهاية على انضمامكم إلنا في هالنافذة اللي كانت مجرد إضاءة لو على جزئيات من شخصية وحياة يوسف مهدي نواصرة، أحد الشهداء الذين ارتقوا مؤخرا ثاني أيام عيد الفطر المبارك الذي توشح بالدم، وما بين غزة والقدس والضفة المحتلة والداخل المحتل برز هؤلاء الشهداء أقمارا في سبيل رفضهم لوجود الاحتلال بأن وقعوا بدمائهم على حتمية زواله يوما ما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من منزل عائلة الشهيد يوسف مهدي نواصرة في قرية فحمة قضاء مدينة جنين.